السلام عليكم، أدعوكم إلى الاشتراك في قناة لمزيد من العطاء. شكرا على دعمكم. قد تجد صعوبة في اختيار نوع المشط المناسب لتصفيف الشعر، ولا تعرف أي الأنواع يكون أفضل والمناسب لك، ولهذا سوف أوضح لكم أسباب اختيار المشط الخشبي ليكون هو المشط الأفضل لتصفيف شعرك بدلا من البلاستيكي، إذ يؤدي استخدام المشط البلاستيكي إلى تقصف الشعر وتساقطه، وكذلك لفقدان السيوط الطبيعي في فروة الرأس، وبالتالي يؤدي إلى جفافها وظهور القشر على الشعر. وعلى عكس هذا، فالمشط الخشبي يساعد على تدليل فروة الرأس، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية بها، وإزالة الأتربة والمواد الأخرى التي تسد مسام وفروة الرأس، وبالتالي تكون الفرصة متاحة للشعر لينمو بشكل طبيعي. يجب تصفيف الشعر بالمشط الخشبي من جذور الأطراف، لأن ذلك يساعد على تقليل نسبة تقصف الشعر. ولتنظيفه ما علينا سوى وضعه في ماء ساخن لمدة 10 دقائق. إذا أعجبك المقطع أترك تعليق، ولا تنسى الضغط على زر لايك واشترك في القناة ليصلك كل مفيد وجديد. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.